ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن ال CW nerve agents او ال chemical warfare nerve agents. الأسلحة الكيماوية منها أنواع كتير. هنتكلم النهاردة عن السارين. طبعا انت ككيمست لو عايش في منطقة فيها حروب لازم يبقى عندك دراية بإيه أنواع الأسلحة الكيماوية اللي بتستخدم ضد المدنيين. وطبعا الفيديو ده يهم الأساتذة الكيميائيين لأنه فيديو متخصص جدا. السارين له اسم تاني في التسمية العسكرية بتاعته، هي الجي بي. ده الكيميكال فورمولا بتاعت السارين. الاسم بتاعه طبعا هو ايزوبروبايل ميثايل فوسفونو فلوريديت. تمام. طبعا لما بتشوف اعتداء على مدنيين بأسلحة كيماوية اللي منها السارين لازم تكون عارف بعض الخواص لهذا المركب الكيميائي. المركب ده يعتبر من انواع الفوسفيت العضوي، والفوسفيت العضوي ده اسم بيطلق على استرات حمض الفوسفوريك. تمام. ومركبات الفوسفيت العضوي هي اساسا مركبات بتستخدم في تصنيع المبيدات الحشريه، وتطوير المبيدات الحشريه ادى لانتاج هذه الانواع من الاسلحه الكيماويه. هنعرف اولا شويه خواص عن السارين. السارين بيكون غاز colorless odorless وبيشبه بخار الميه لما بتنفجر القذيفة بتاعته. فلما بيحصل هجوم على أي منطقة فيها مدنيين بعد الانفجار بتلاحظ وجود بخار يشبه بخار المية في الجو. فدي طبعا أول علامة تقدر تميز بيها وجود غاز السارين في الهجوم اللي حصل. غاز السارين بيكون أتقل من الهواء وبالتالي بينزل للمناطق المنخفضة. علشان كده من ضمن أساليب الوقاية أثناء التعرض لهجوم بالسارين هي التوجه لأماكن مرتفعة والابتعاد عن المكان قدر الامكان. بالنسبه للانفكشن ميثود، فالسارين غالبا بيدخل الجسم عن طريق التنفس. تمام. لكن ايضا يمكن امتصاصه عن طريق الجلد وحتى عن طريق العيون. اي كميه صغيره حتى لو 1 ملي من السارين على الجلد بتكون مميته. بالنسبه للليثال كونسنتريشن بتاع السارين فبيكون حوالي 28 ملي جرام بير كيوبيك متر. التعرض له لمده دقيقتين كافي جدا لقتل الضحايا. طبعا الاعراض الاولى اللي بتظهر على الضحايا هي راني نوز، بيكون في سيلان للانف، انقباض في الصدر وانقباض في حدقه العين. بعد شويه بتبتدي الضحايا تواجه صعوبه في التنفس وبيبتدي غثيان وسيلان للعاب. طبعا الوفيات للضحايا بتكون في خلال دقيقه لعشر دقائق بعد التعرض للسارين بسبب السافوكيشن. طبعا الاختناق بسبب ان السارين بيعمل شلل للريسبيراتوري سيستم، وده بيكون بسبب ان السارين بيشل العضلة المسؤولة عن التنفس في الجهاز التنفسي. طبعا والاختناق ده بيؤدي للموت. المهم نعرفه ان الموت بالطريقة دي بيكون بآليتين بيحصلوا مع بعض. الآلية الاولى تشنج عضلة الجهاز التنفسي، والتانية هي التأثير على مركز عملية التنفس في الجهاز العصبي المركزي. تمام. فعشان كده لما بنيجي نعالج ضحايا السارين بنستخدم نوعين من الأدوية. واحد فيهم بيتعامل مع تشنج العضلة بتاعت الجهاز التنفسي، والتاني بيتعامل مع مركز عملية التنفس في الجهاز العصبي. طيب السؤال هو ازاي السارين بيأثر على الجهاز العصبي المركزي وازاي بيقوم بشل قدرة العضلات على الحركة؟ هنعرف دلوقتي الميكانيزم اوف اكشن بتاعت السارين. السارين بيأثر على النيرفس سيستم وبيأثر حتى على العضلات اللا إرادية. تمام. زي العضلات المسؤولة عن الهضم وعن اللعاب وعن الرمش وعن التنفس وعن تحريك العضلات. طبعا هنا مشهد لأحد الضحايا المدنيين اللي تعرض بلده لهجوم بغاز السارين. وطبعا بعد الانفجار وسقوط الضحايا في الأرض بنلاحظ عدم قدرة الضحية على التحرك من مكانه، وانه مفيش سيطرة على عضلاته أبدا، وانه بيعاني من الموت. لما بيدخل جسم الضحية بيعمل انهبشن للأسيتايل كولينستريز، وده نوع من الإنزيمات موجود في كل النيرف جانكشنز. تمام. والإنزيم ده وظيفته إن هو بيحلل النيورو ترانسميتر أسيتايل كولين اللي هو مسؤول عن نقل الإشارات العصبية داخل النيرف جانكشن. بعد شوية هنشوف رسم توضيحي بيبين ميكانيزم أوف أكشن بتاعت السارين. فلما بيحصل عدم تحلل للأسيتايل كولين بيبتدي يتراكم، ولما بيتراكم تفضل العضلات شغالة ما بتاخدش استراحة، وده اللي بيخلي في حالة تشنج وعدم قدرة على تحريك العضلات. الأسيتايل كولين اللي هو نيورو ترانسميتر ده رمزه. تمام.
لما بيبتدي الانزيم اللي هو اسيتايل كولينستريز يتعامل معاه بيبتدي يكسره، تمام، وبيفككه الى اسيتيت وكولين. لكن في حالة تعطيل الاسيتايل كولينستريز بواسطة السرين ما بيتكسرش الاسيتايل كولين وبيفضل يتراكم. يبقى قلنا ان الاسيتايل كولين هو نيورو ترانسميتر موجود بشكل طبيعي، هو اللي بينقل الاشارات العصبية في النيرف جانكشنز، تمام، بينقل السيجنال من النيورونز للماسل فايبرز، وقلنا ده الاستراكشر بتاعه، تمام. وقلنا ان نورمالي الاسيتايل كولين از ريليزد فروم ذا نيورون تو ستيمولييت ذا ماسل، تمام، after which it's degraded by acetylcholinesterase allowing muscle to relax. اول ما هو بيتحلل المسل بتحصل لها relaxation. دور الانزيم في انه يكسر الاسيتايل كولين لاسيتيت وكولين ده تفاعل ضروري عشان بيسمح للعضله بعد كده انها تعود الى حاله الراحه بعد التنبيه. بعد ما بتشتغل لازم ترتاح، لكن تعطيل السرين للانزيم بيخلي في عمليه بيلد اب للاسيتايل كولين، تمام، عند السينابتيك كليفت، وده بيؤدي الى ان الاسيتايل كولين continues to act on the muscle fiber، فبتفضل العضله في حاله تحفز وفي حاله تشغيل ما بتاخدش استراحه. وبالتالي اذا كان مثلا الرساله المبعوثه للعين هي انها تفرز بعض الدموع، فالسرين لما بيعمل انهبشن للانزيم بيخلي الاي keep producing non stop flow of tears نتيجه تراكم الاسيتايل كولين. ده الرسم التوضيحي اللي قلنا بيبين الميكانيزم اوف اكشن، وقلنا ادي النيرف سيل، وطبعا الاسيتايل كولين اللي هو نيورو ترانسميتر بيطلع من النيرف سيل عند النيرف جانكشن ويروح للمسل سيل، تمام، عشان يديها الاشاره. وبعد ما بيروح لها على طول بيجي الانزيم وبيحلل الاسيتايل كولين ده لاسيتيت وكولين، تمام، فبتبتدي العضله بعد التشغيل يحصل لها ريلاكسيشن نتيجه تحلل الاسيتايل كولين. لكن في حالة وجود السرين بيبتدي ان الاسيتايل كولين بعد ما بيوصل الاشارة للمسل سيل الانزيم حصل له انهبشن بواسطة السرين، الاسيتايل كولين ما حصل لهوش تكسر وابتدى يتراكم، وابتدت الاشارة تفضل واصلة للمسل سيل وما بتعملش استراحة. طبعا اذا بعض الضحايا اتعرضوا لكمية من غاز السرين فبيتم انقاذهم عن طريق اعطائهم الانتيدوتس اللي هو بارالودوكسايم والاتروبين، والنوعين دول لازم يتعاطوا مع بعض. البارالودوكسايم بيعمل ديتاتشنج للسرين من الانزيم، فلما بيكسر الرابطة بين السرين والانزيم بيبتدي الانزيم يشتغل مرة اخرى ويكسر الاسيتايل كولين، فبترجع العضلات تشتغل بشكل طبيعي. اما الاتروبين فبيشتغل كماسكرينك انتاجونيست، فده بيعالج التسمم اللي بيحصل من الماسكرينك ايجنتس، لان طبعا في الجسم نوعين من المستقبلات نيكوتينك وماسكرينك، فده بيشتغل عليها وبالتالي بيعالج التسمم اللي بيكون بالاورجانوفوسفيتس زي السرين او المبيدات الحشريه. طبعا انت ككيمست مهم تعرف درجه خطوره السرين ده، ففي لسته بتقارن لك ما بين السرين وبعض الكيميكال وورفير ايجنتس الاخرى. مثلا الهيدروجين سيانايد السرين اعوى منه 81 مره، الفوسجين السرين اعوى منه 43 مره، السلفر موسترد اللي هو غاز الخردل السرين اعوى منه 28 مره، الكلورين السرين اعوى منه 543 مره. طبعا اكيد السؤال ايه هي طرق الوقايه والاسعافات الاوليه وطريقه انقاذ الضحايا المدنيين عند التعرض لهجوم بغاز السرين. الخطوات دي تم وصفها في فيديو على القناة تقدر ترجع له في ملف بعنوان الحماية من الأسلحة الكيماوية، موجود فيه الوقاية من غاز السرين، لأن طبعا دورك كإنسان مهم جدا في أنك تقدر تنقذ نفسك وتنقذ أرواح كتيرة حواليك. طبعا السنسز أو البرودكشن بتاع السرين والستراكشر بتاعه، طبعا السرين هو كايرال موليكيول، لأن احنا شفنا أن في 4 different groups متصلين بالفوسفرس سنتر، تمام، بيكون النيجاتيف اوبتيكال ايزومر هو المور اكتيف انانشيمر لان البندنج بتاعه مع الاسيتايل كولينستريز بيكون اعلى. من المهم تعرف ان البي اف بوند في السرين ايزلي كان بي ايزلي بروكن باي نيوكليوفيليك ايجنتس زي الووتر وزي الهيدروكسيد، وعشان كده دي بتعتبر احد وسائل الحمايه والوقايه عند التعرض لهجوم السرين، هو انك تتنفس عن طريق قطعة قماش مبللة بالمية، لان المية بتحلل السرين
والهيدروكسيد كمان بيحلل السيرين. اي الكالاين سوليوشن يقدر يحلل السيرين، عشان كده ايضا بنقول التنفس من خلال قطعة قماش مبللة بالمية او مبللة بمحلول مية زائد بايكربونات الصوديوم اللي هو بيكنج صودا، نتيجة ان البي اتش بتاعته بتبقى عالية فبتكسر السيرين بسرعة. السيرين بيحصل له decomposes rapidly to non-toxic phosphonic acid derivatives، تمام، لما طبعا بيتعرض للووتر او الهيدروكسيد. طيب ازاي بيتم السنسز او البرودكشن بتاع السيرين؟ في طريقتين مشهورين. اول طريقة بيتم الرياكشن ما بين الميثايل فوسفونايل داي فلورايد والايزوبروبايل الكول، فبيحصل الكوليسز بواسطة الايزوبروبايل الكول وبينتج لنا راسيميك ميكتشر للسيرين انانشيمرز زي المعادلة ما بتوضح. ادي الميثايل فوسفونايل داي فلورايد بيتفاعل مع الايزوبروبايل الكول بينتج لنا ميكستشر من التو انانشيمرز بتاعة السيرين وبينتج لنا ال HF كباي برودكت. تاني طريقة بيتم التفاعل ما بين الميثايل فوسفونايل داي فلورايد والميثايل فوسفونايل داي كلورايد زي المعادلات ما بتوضح. ادي الميثايل فوسفونايل داي كلورايد مع الميثايل فوسفونايل داي فلورايد. طبعا حصلنا عليهم ازاي؟ بتبدأ التفاعل بالتراي ميثايل فوسفايت، تمام، بإضافة الميثايل أيودايد وعمل ريفلكس بينتج لنا المركب رقم 2 لإزالة الأوميثايل واستبدالها بالكلورايد. بنحط الـ SOCl2 في وجود الـ HCl، تمام. بعد كده مع إضافة الـ NAF والـ TBAB والتولوين وعمل ريفلكس بيبتدي الاتنين كلورايد اللي هنا يتحولوا الاثنين فلورايد، تمام. اصبح عندنا هنا الميثايل فوسفونايل داي كلورايد والميثايل فوسفونايل داي فلورايد، بنبتدي ناخدهم هما الاثنين بنفعلهم مع بعض فبينتج لنا المركب رقم 5، تمام. بإضافة الايزوبروبايل الكول والدي اي بي اي اي بينتج لنا السيرين اللي رمزه طبعا جي بي، تمام. فدول طريقتين للسنسز بتاع السيرين. بالنسبة للتراي ميثايل فوسفايت اللي بدأ بيه التفاعل، فده بيتم تحضيره عن طريق تفاعل الفوسفورس تراي كلورايد مع الصوديوم ميثوكسايد، فعلى طول بيتكون لنا تراي ميثايل فوسفايت. لكن مشكلة الطريقتين دول في السنسز ان السيرين الناتج بيكون كوروسيف وعنده شورت هاف لايف، تمام، ولانه كوروسيف فبيسبب دامج للويبونز وللكونتينرز اللي هو متشال فيها. فالحل المشكلة دي اولا بيحصل بيوريفيكيشن للكيميكالز كويس قبل بداية التحضير، وتاني حاجة بيتحط مثبتات للحفاظ عليه اطول فترة ممكنة وتطويل الهاف لايف بتاعته. فايه هي انواع الاستابلايزرز اللي بتتحط عليه لحل المشاكل دي؟ التراي بيوتايل امين والتراي ايثايل امين، الايزوبروبايل امين، الان ان داي ايثايل انيلين، وفي مركبات تانية كتيرة. اي واحد من دول يمكن اضافته على السيرين لحل المشاكل دي. بعد كده هنتكلم عن الديجريديشن بتاع السيرين. فاحنا كنا قلنا ان اي فوسفورايل هالايد بوند زي البي اف بوند يمكن كسرها بسهولة بواسطة الهيدروليسز، فاي نيوكليوفيليك ايجنت زي المية وزي الهيدروكسيد يقدر يكسر البي اف بوند الموجودة في السيرين. فعند هاي بي اتش السيرين ديكومبوزز رابيدلي تو نون توكسيك phosphonic acid derivatives، تمام. وأول مركب بيتكسر له السيرين بيكون هو isopropyl methyl phosphonic acid، وده رمزه isopropyl methyl phosphonic acid، وده بيكون دليل ان المعتدي استخدم السيرين لان المركب ده مش موجود في الطبيعة، ما بينتجش فقط غير عن تكسر السيرين، وبالتالي ده بيكون من ضمن الأدلة اللي بيستخدموها الكيمست لإثبات أن المعتدي استخدم غاز السيرين في الهجوم على المدنيين. المركب ده نفسه بيرجع يتكسر أكتر وبيتحول إلى ميثايل فوسفونيك أسيد اللي قدامنا ده، والميثايل فوسفونيك أسيد بينتج من تحلل المركب ده وبينتج أيضا من تحلل أذر أورجانوفوسفيتس كومباوندز، تمام. طيب دلوقتي نبتدي نعرف التريتمنت بتاعة السيرين. فالتريتمنت قلنا انها بتكون باستخدام الانتيدوتس الاتروبين والبارالوتوكسين، ودول في الغالب بيتم اعطائهم في المستشفيات للضحايا عن طريق حقن في العضل.
وطبعا الجرعات بتكون عن طريق الوصفة الطبية الموجودة على النشرة الطبية الخاصة بكل علاج، لأن الجرعات للأطفال مختلفة عن الجرعات للبالغين. طيب دلوقتي هنعرف ايه هو الاستراكشر بتاع الانتيدوت بارالدوكسين، ده الكيميكال ستراكشر بتاعه، وطبعا الكيميكال نيم بتاعه 2 بايريدين الدوكسيم ميثايل كلورايد، لان طبعا هنا النيتروجين عندها 4 روابط فشايله بوزيتيف تشارج، فدايما بيكون في سولت ودايما بيكون على شكل كلورايد، تمام. والاسم التاني بتاعه هو 2 بام، وقلنا ان البارالدوكسيم بيتعطى على طول بعد الاكسبوجر للاورجانوفوسفيتس او السارين تحديدا، وان هو رياكتيفيتس الانزيم اللي اسمه اسيتايل كولينستريز، لانه بيعمل كليفنج ذا فوسفيت استر بوند اللي كانت اتكونت بين الاورجانوفوسفيتس والانزيم. وقلنا ان لما بيكسر الرابطه دي وبيعمل ديتاتشنج للسارين من الانزيم، فبيبتدي الانزيم يشتغل ويحصل ديستراكشن للاكيوميتد اسيتايل كولين، ويبتدي النيوروماسكولار جانكشن فانكشن نورمالي اجين. الدراج بارالدوكسايم ده هوت الكريتيكال افكت بتاعه بيكون في معالجة الشلل اللي حصل للمسلز بتاعت الريسبيريشن، لكن بيكوز ان هو less effective in relieving depression of the respiratory center، الاتروبين بيتم استخدامه معاه عشان يعالج النقطة دي، تمام. بالنسبة للاتروبين فده الكيميكال ستراكشر بتاعه، طبعا الاسم بتاعه جاي من الحلقة اللي على الشمال دي، ده طبعا شكل الاستراكشر من زاوية تانية. الحلقة دي بنسميها أتروبين رينج، الحلقة دي مهمة. ده الأيوباك نيم بتاعه 8 ميثايل 8 أزا باي سايكلو، طبعا هنا باي سايكلو باينة، 3 و2 و1 أوكت، 3 يل، 3 هيدروكسي، 2 فينايل، بروبانويت، تمام. طبعا كتير من المركبات الالكالويدز بتكون الاستراكشر بتاعها كبير ومعقد، والالكالويدز من المركبات المهمه جدا 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 وليها تاثيرات بيولوجيه متعدده. ده شكل الامبول بتاع الاتروبين انجكشن بتركيز 5 من 10 ملي جرام لكل 1 ملي. الاتروبين الوظيفه بتاعته انه بلوكس الاسيتايل كولين ريسبتور سايتس، فلما بيقفل مستقبلات الاسيتايل كولين بيخلي الاسيتايل كولين اللي متراكم مش قادر يخلي العضله شغاله باستمرار. وطبعا الاتروبين ده is a muscarinic antagonist used to treat poisoning by muscarinic agents including طبعا الاورجانوفوسفيتس والسارين. وقلنا طبعا ان الاتروبين ده واحد من الاتروبين الكالويدز، وقلنا الاتروبين دي هي الحلقه اللي احنا شاورنا عليها، والاتروبين جت تسميته من تصنيع مستخلصات نقيه من نبات معين اللي في الصوره ده اسمه اتروبا بيلادونا، واحد الصيادله تمكن من تحضير الشكل البلوري النقي من الماده الفعاله وسماه اتروبين. بالنسبه للناتشرال ريسورسز بتاعته والسنسز والبايو سنسز ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.